جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، هذا سؤالي، يوجد بمنزلي حمام يطير علينا من الجيران، ليس لي ولا لجيراني، ويسكن بشرفة منزلي، وأتعب من الوساخة من فضلاته، هل يجوز أن أتخلص من هذا الحمام بإهلاكه؟ تدفعه إما تيسر، تعمل على الفتحة أو الطاقة التي تذكر، اجعل عليها شيئا من الشباك يمنع دخول الحمام فيها. نعم.